ضمن فعاليات الملتقى السنوي الكبير اللي بيجمع القارة الإفريقية هينطلق أسبوع المياه الإفريقي، وده هيكون بتزامن مع أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السبعة. هينطلق تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة. مصر بتستضيف هذا الحدث في شهر أكتوبر المقبل بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقه. مش بس التغيرات المناخية بتأثر زي ما كنا بنتكلم منذ قليل على الزراعات أو على حالتنا احنا بشكل عام من ارتفاع لدرجات الحرارة، كمان المياه طبعا ونسب البخر وكيفية الاستفادة بمياه الأمطار، خاصة أن القارة الإفريقية زاخرة الحقيقة بالسيول وبالأنهار الطبيعية اللي فيها، وكمان فرض علينا التغيرات المناخية المختلفة بتأثيراتها السلبية أن احنا نوفر المية ونقدر نخزنها بالشكل الأمثل. خلينا نتعرف بشكل أكثر قرب من ضيفنا عبر الهاتف، المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية. بصبح على حضرتك يا باشمهندس. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير باشمهندس. أسبوع المياه مصر وإفريقيا وكيفية الاستفادة من المياه، حضرتك ادينا كده تفاصيل الحدث وازاي هنقدر نطلع بأهداف مرجوة للقارة الإفريقية بشكل عام. أسبوع القاهرة للمياه الحقيقة هو حاليا أصبح واحد من أهم وأبرز الفعاليات الدولية في مجال المياه. السنة دي احنا هنشهد الأسبوع السابع، هذا الحدث اللي ابتدى منذ عام 2017 تحت رعاية دائمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث الهام. السنة دي إن شاء الله هنشهد فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، والسنة دي يمكن اختلافا عن كل سنة في حدث إضافي بيتزامن مع فعاليات الأسبوع وهو أسبوع المياه الأفريقي التاسع. مصر تولت رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة الأمكاو في فبراير من عام 23 ولمدة عامين حتى فبراير 25، وعشان كده السنة دي مصر إن شاء الله ستستضيف أسبوع المياه الأفريقي بالتزامن مع أسبوع المياه أسبوع القاهرة للمياه. الحدث ده يمكن كل سنة بيزيد حجمه وعدد المشاركات الدولية والجلسات الهامة العديد من الدول والمنظمات بتشرف على تنظيمها ضمن فعاليات الأسبوع والمشاركة فيها. أعداد كبيرة جدا بتشارك في أسبوع القاهرة للمياه كل عام، ويمكن كمان الزخم السنة دي هيكون أكتر وأكتر مع أسبوع المياه الأفريقي اللي هيشهد توافد أعداد إضافية من إخواتنا الأفارقة على فعاليات الأسبوع للمشاركة في أسبوع المياه الأفريقي. طب مهندس محمد، يعني التكامل الأفريقي في مواجهة التحديات والتغيرات المناخية ده احنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت، حضرتك بتكلمنا انه الأسبوع القاهرة للمياه انطلق في 2017، يعني احنا امام سبع دورات متتالية او سبع نسخ من أسبوع المياه. ما الذي يمكن ان نستفيد منه من خلال هذا التكامل في مجال المياه، خاصة اننا بنواجه تحديات مناخية مستمرة و دول كثيرة من القارة السمراء بتعاني من الشح المائي؟ هو بالفعل يعني قضية أهم حضرتك طرحتها، إن احنا في أي فعالية دولية بنتكلم هنا عن تعاون وتكامل بين الدول المشتركة. صحيح. إزاي إن احنا بنقدر نقعد مع بعض نتبادل الرؤى والأفكار، بنتكلم وكل دولة بتعرض التجارب الناجحة الخاصة بيها في كيف تتعامل وتدير المياه وكيف تتعامل مع تشدي تغير المناخ. بس يمكن في نقطة مهمة حضرتك قلتها وهي أن معظم الدول الأفريقية بتعاني من شح المياه. لا، هو في وفرة في العديد من الدول الأفريقية بالفعل في مجال المياه، ولكن عندهم مشكلة في كيفية إدارة الإدارة الاستفادة من المياه نفسها. يمكن ده عكسنا هنا في مصر. احنا عندنا محدودية في مواردنا المائية، ولكن عندنا إدارة كفء لمواردنا المائية، وده بنشهده بالفعل في كيف ندير مواردنا المائية، وده اللي احنا بنعرضه على الدول الأفريقية. العديد من الدول الأفريقية عندها وفرة في المياه، ولكنها في حاجة لتحسين عملية إدارة المياه لديها، وعلشان كده التعاون بيننا وبينهم هم بيكونوا حريصين عليه جدا، واحنا حريصين عليه جدا، لان هم بيكتسبوا من الخبرة المصرية في إدارة المياه، واحنا سعداء ان احنا ننقل هذه الخبرة ليهم. باشمهندس محمد، يعني احنا عندنا دلوقتي بقى لنا اكتر من اسبوعين امطار غزيرة على جنوب البلاد،
ازاي بيتم الاستفاده منها في هذا التوقيت، خصوصا ان التحدي هو تحدي المياه والحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك الخاص بها؟ هو ده موضوع السيول، هو موضوع هام بنشتغل عليه باكثر من محور. في جزء وهو الاجراءات الاستباقيه، ان احنا والاجراءات بعيده المدى والاجراءات الاخرى. في اجراءات بعيده المدى اللي هنتكلم عليها في الاول، وهي انشاء منشات للحمايه من اخطار السيول، بحيث انا ما ينفعش ان انا استنى لما السيل يحصل وبعدين اخد اجراء، لا، لازم يكون في منشات قائمه بحيث لما السيل يحصل يكون هذه المنشات قائمه وتقدر تستوعب هذه المياه. تمام. خلال العشر سنوات الماضيه الدوله المصريه انشات 1631 منشأة للحماية من أخطار السيول في جميع المحافظات المعرضة للسيول. ده إجراء استباقي، إجراء بعيد المدى بيتم تنفيذه. في إجراء استباقي بيتعمل وهو التنبؤ. التنبؤ بيتم قبل حدوث الأمطار ب 72 ساعة من خلال مركز التنبؤ بالفيضان الموجود في الوزارة. بهذا المركز بيقدم معلومة هامة جدا، ان احنا بنبقى عارفين الامطار هتحصل فين وامتى كمان 3 ايام. يعني احنا خزننا المايه اللي نزلت دي، خزننا المايه يا فندم. بالظبط، هقول لحضرتك يا فندم، هو هذا الاجراء بيخلي كل اجهزه الوزاره والاجهزه الاخرى تبقى عارفه، يعني مثلا موضوع سيول اسوان دوت، اجهزه الوزاره واجهزه المحافظه وكل الاجهزه المعنيه كانت عارفه ان في سيول هتحصل كل 3 ايام. في اجراء ثالث وهو الاجراء الموسمي، اللي هو تطهير مخرات السيول اللي بيتم بشكل دائم عشان اضمن المخرات دي سليمه. الاجراءات دي هي اللي خلت موضوع السيول في اسوان الحمد لله يمر بسلام وبدون اي مشاكل، والميه فعلا وصلت لنهر النيل. كل المخرات اللي موجوده في اسوان كانت مطهره، ما فيهاش اي عوائق، فبالتالي الميه مرت بشكل سلس جدا بدون اي مشاكل عبر مخرات السيول لحد ما وصلت لنهر النيل. وده يعني الدور اللي بتقوم بيه الوزاره، ان هي بتطهر، وده بياكد كمان يكون المخرات قادره على ابتعاد اي سيول مره. وده بياكد الكلام اللي حضرتك قلته من شويه، ان احنا في مصر عندنا تاريخ طويل او خبره في اداره المياه، ممثله طبعا في وزاره الري وفي مهندسين الري وكوادر بشريه بتعمل في هذا المجال يعني لمئات السنين. ازاي بقى احنا امثله الاداره المتميزه؟ صحيح. ازاي بقى نبني شراكات اقليميه مع دول القاره السمراء في اسبوع القاهره للمياه؟ في دول كثيره عندها موارد مائيه لكن لا تحسن ادارتها، ازاي ممكن تستفيد من الخبره المصريه لاحداث نوع من التكامل بشكل كبير ما بين دول القاره؟ هو بالفعل احنا عندنا علاقات كثيره قويه مع الدول الافريقيه، دول حوض النيل وخارج دول حوض النيل، علاقات متميزة جدا وتعاون ثنائي مع العديد من الدول وبروتوكولات تعاون عديدة تم توقيعها مع العديد من الدول الأفريقية وبنتعاون من خلالها، ومصر نفذت بالفعل مشروعات في الدول الأفريقية لخدمة المواطنين بمنح مصرية، وأيضا احنا بنستقبل إخواتنا الأفارقة من جميع دول القارة الأفريقية في مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري لتقديم دورات للتدريب على مجالات متنوعة تخص إدارة المية. دايما أي حدث دولي بيشهد المزيد والمزيد من التنسيق، والتنسيق قائم بالفعل والتعاون قائم بالفعل وبنشرف بيه وبنسعد بيه مع إخواتنا الأفارقة، ولكن جميع الفعاليات الدولية زي أسبوع القاهرة وأسبوع المياه الأفريقي هم أداة إضافية بتمكن من المزيد من التنسيق. الدكتور هاني سويلم بيعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات الأسبوع مع العديد العشرات من الكبار المسؤولين الأفارقة وعلى المستوى الدولي والمنظمات الدولية للتباحث ومناقشة ما تم من إجراءات تنسيق سابقة وكيف نعزز هذا التعاون في الشهور والسنوات القادمة. فده ملتقى هام جدا، بالإضافة كمان داخل الجلسات في العديد من الأفكار بتطرح تجارب العديد من الدول، احنا بنعرض وكل الدول بتعرض تجاربها الناجحة في إدارة المية، كل دولة بتستفيد من الدول الأخرى، ودي بيكون الأسبوع بالفعل فرصة للدول زي تبادل. هو ملتقى في غاية الأهمية، وإن شاء الله يعني عوائد هذا الملتقى تنعكس على تعظيم الموارد المائية للقارة الإفريقية، وتؤكد طبعا على دور مصر وخبرتها الطويلة في مجال الري وإدارة الموارد المائية. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري.